company. Yes. بيتكلم ايضا انه شركه ديكسن يعني ما بتتكلم عن منتجات متشابهه، احنا نتحدث في ديكسن عن جوده عاليه جدا. لا يمكن ان تكون هناك يعني شركه تاتي بمنتجات يعني اسم الاسم نفس الاسم، لكن قد يكون بالنسبه مقارنه بالجوده لا توجد، لا يمكن ان تكون هناك جوده تضاهي الجوده التي لدى منتجات شركه ديكسن. شركه ديكسن عندما الانسان ياخذ منتجها ياخذ منتج لشركة عمرها 30 سنة، يعني تحدث صعوبات وتحديات، وشركة ديكسن هي التي تزرع وهي التي تصنع وهي التي تسوق على مستوى العالم. لا يمكن أن يأتي شخص جديد يفتح شركة وينافس شركة بهذا العمر وبهذه القوة وبهذه المصداقية التي يعني وصلت إلى هذا العدد الكبير من الناس. So people join DXN not just because we have some good products. DXN is a total system. It's a total hope for the people to change their future. They can rely upon DXN not only for them, but also for their generations to come. So it is not just some other company came with similar products, so they jump to that company. It is because they do not understand why they are in DXN. Okay, so it is your duty to explain to them, if you are in DXN for your whole life, don't jump. When another company come with an attractive packing or a cheaper price, then you should tell them, God bless you. That's all. You don't cry about them. Because let go. طبعا بيتكلم عن نقطة مهمة حقيقة، يقول انه ديكسن مش مجرد منتج، اي شركة اخرى ممكن تأتي منتج، لكن نتحدث عن شركة ديكسن بتقدم سيستم، تقدم نظام كامل للحياة، نظام يغير حياة الناس. الناس اللي انضموا لشركة ديكسن صح بيستفيدوا من المنتجات بشكل اساسي، لكن نظام ديكسن يغير حياتهم للافضل بشكل كبير، وهذا هو الفارق. يعني لا يمكن ان نقول لشخص انه تعال، يعني هو يفكر انه يقفز الى شركه اخرى او ينتقل الى شركه اخرى بسبب ان السعر اقل او كذا. نحن نتحدث عن نظام ديكسن الذي هو مؤهل لتغيير حياه الناس للافضل، وانه يعني احنا نتحدث عن الاجيال القادمه، مش مجرد عن جيلنا، نحن نتحدث عن نيكست جنريشن والاجيال القادمه اللي ممكن ان هم يعني فعلا يغيروا ممكن اثر حياتهم من خلال نظام ديكسن الشمولي، لو يشمل منتجات، يشمل الصحة، يشمل البعد المالي، يشمل تغيير الحياة بشكل أساسي. فأي واحد يريد أن يذهب إلى شركة أخرى، إحنا نقول له يعني نوضح له الحقائق ونبين له، وإذا هو مصر يتوكل على الله براحته، يعني يا ربنا يوفقك. روح في الأخير إحنا فقط بنبين له حقيقة قوة ديكسن ونقاط قوة. So don't worry about those who go. You explain to them. If they still don't understand, then just forget them. Okay, those who really know what this company is all about, they will never leave DXN because this is their future. تمام. فهو بيقول إنه يعني الناس اللي بيروحوا للشركات الأخرى يعني إذا اقتنعوا تمام ما عرف ما شجع لهم، لكن في الأخير إحنا لازم نعرف كل ممكن يستفيد منه. واللي عايز يذهب الى اي مكان اخر براحته، يعني هذا شيء يرجع له. نعم تفضل. Now you can see you can see here just one more point. You know, in many of the countries DXN is the number one direct selling company. Now you can see Saleh sitting here. Saleh is from Mauritania. Ask him, is there any other direct selling company with its branch operating in Mauritania? هو بيتكلم ايضا يقول ما شاء الله الان نقطه اخرى يريد ان هي قضيه، مثلا الاخ صالح موجود معنا من موريتانيا، يقول هو موجود الان معنا. ممكن نسال الاستاذ صالح يعني هل في اي شركه بيع مباشر موجوده في موريتانيا تعمل او موجوده في السوق الموريتاني؟ استاذ صالح. السلام عليكم. جود مورنينج مستر ششيد، هاو ار يو؟ في السوق موريتانيا طبعا في شركات كثيره بيع مباشر تدخل السوق وتروح، لكن الشركة حتى الآن الوحيدة اللي تستمر وتتقدم خطة ثابتة شركة ديكسن، فروع رسمية أمور قانونية ومنتجات مسجلة وكل شيء ديكسن. في شركات أخرى كانت موجودة لكن كلها تجي شوي معروض جديدة والتحفيزات وكذا، لكن بعد 16 سنة خلاص روح. يعني عانينا كثير من منتجات الشركات المنافسة، لكن
والله the majority of them gone. No. أبو عاصم يعني زي تضيف لكلام الأخ صالح إذا سمحت أبو عاصم القائد الحبيب أبو صهيب دليمة موجود، الأستاذ وليد الجبوري موجود، الأستاذ أبو علي كبكب من اللي كان معنا في الاحتفال حق الإفطار مع الأخوة الأتراك، نفس الكلام تكلموا هنا في تركيا الأتراك نفس الشيء، واحد ما أدري أنا أنسى الأسماء يمكن أبو صهيب عارف، كانوا قادة ومن فريقها أغلب فريقها يعني راحوا شركة أخرى، الأستاذ خلاص موجودة وارجعوا استمرت هي بنت الفريق الان مرحله متقدمه، ممكن ابو صهيب يقول لكم اي مرحله وصلت، وهم الان يعني مستحيين بس يشتروا المنتجات من وراء الستاره يعني ضاعوا لا هناك ولا هنا. فالثبات واللي يخلي تفضل استاذ بصر. نعم مستر صالح said that there is actually there is a lot of companies from different I mean in Mauritania, many companies they are coming and go, come and go. They are not stay in. No. He did not understand my question. How many direct selling companies who have their branches there? There are some people opening the company like a stockist or whatever, but no direct selling company has a branch in Mauritania. Brother Jijit, sorry, Dr. Lim. Yes. Hello, Dr. Lim, where are you? Eid Mubarak. one hour. Dr. Lim, phone, microphone, Dr. Lim. Yeah, hello. Yeah, توايف دكتور ليم. Yeah. يلا حيو دكتور ليم، حيو دكتور ليم، أهلا وسهلا مرحبا. Hello دكتور ليم. Hello دكتور ليم. Hello دكتور ليم. You are welcome. Eid مبارك. الله يحفظكم ويبارك فيكم، اهلا وسهلا بالدكتور ليم. طبعا نحن نحيي الدكتور ليم وننتظر الدكتور ليم لانه يجينا باشياء كبيره يا ابو عاصم، فقل احنا مستعدين ننتظر حتى الصباح. Yes, welcome دكتور ليم سيوجين. We are really happy to see you with us today and really we are expecting from your side the good news and good information, so we are really ready waiting for you till tomorrow, no problem. Yeah. No, of course. You have a lot of good news. Yes, good news. قل له العالم كله منتظره، الناس كلهم منتظرين وفرحاني بهذا الأخبار الكبيرة، يعني مش عارفين كيف نشكر الدكتور نجيم، الله يقويه ويقويكم. كل ما تواصلت معاه يا هو في أفريقيا يا في الهند يا في دبي يا في مصانع، والآن جانا مع البورصة اليوم، هذه الفرصة الكبيرة، نريد من الدكتور ليم كلنا نشرب قهوة ونفصفص صالح في أسئلة كثيرة والناس متحمسين بشكل كبير، نشرب قهوة دي إكسين ونستمتع مع دي إكسين مع عيدنا اليوم العيد دي إكسين، ونسأل الدكتور ليم كلهم الأعضاء كلهم جاهزين، الدكتور ليم يسأله أي شيء يريده، الدكتور ليم قال خبرهم أي سؤال. تفضل أبو عاصم الله يحفظك. Yes, welcome, Dr. Lim. Actually, all the members and leaders here, they are waiting for you and waiting for the good news. And we appreciate your time that you are, we know that you are so much busy, but we believe that you are working for DXN, for the future of DXN. So everyone here, they are waiting to hear from you today with this good news which we hear about Borsa and things. So just we want to hear from you and leader their silence to you. قبل ما نبدأ الدكتور ليم احنا نقدم اذا سمحت لي ابو محمد، قبل ما نبدأ الدكتور ليم احنا قدمنا فيلم بسيط وانا احاور مع الدكتور ليم، وقدمنا بعد 20 سنة ونحن مع دي اكس ان في ماليزيا وروينا العالم كم الاعداد الناس، والآن 30 سنة إحنا قادمين إن شاء الله بالإنسان مع دي إكس إن، وكل يوم أخبار طيبة وجديدة. الموجودين هنا معنا هذا الفرصة إن أساس دي إكس إن سواء في العرب سواء في العالم موجودين، وعلى رأسهم المستشار الدكتور حسن الكثيري الذي يعني إحنا كنا نتكلم عن عقبات في المغرب، ما يعرفوا كم من دول كانت بتسكر وهذا الرجل يترك كل أعماله وينطلق من أجل أن يحل هذه الإشكاليات، وموجود الآن وصلنا إلى مرحلة البورصة
أبو عاصم السبورة والطبشورة ولا برشلونة يعلمنا الجزئيات البسيطة. والآن وصلنا إلى البورصة. الأستاذ سلطان العلوي هو الأخ الثاني من الخط. الأستاذ جيجيث الذي هو سليم عرفوا طبايع العرب وطبايع الناس. فاليوم ننتقل إلى مرحلة كبيرة والقادة كلهم موجودين السفرة هنا. فنريد الأستاذ الدكتور حسن الكثيري ولو ترحيمي كلمة بسيطة بالمناسبة هذا الدكتور الذي وصلنا إليها إذا سمحت دكتور حسن ثم ننطلق إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Good morning دكتور ليم. Good morning everybody. Happy New Year for everybody. I will take only two or three minutes, Mr. Ahmed. In the end, you can translate what I said in this few minutes. Okay. Welcome دكتور ليم. في البداية نرحب ترحيب كبير طبعا بالدكتور ليم. ودائما أنا أطلق عليه الرجل الحكيم صاحب الأخبار السعيدة الإنجازات الكبيرة التي تأتي واحدة تلو الأخرى. ثانيا لا يفوتني هنا حقيقة أن أشكر السيد جيجيت والسيد سليم وخصوصا أنهم من أكثر العاملين معنا في المنطقة العربية والذين واكبوا كل هذا النجاح في المنطقة العربية معنا ولهم دور كبير في هذا الأمر فالشكر أيضا موصول لهم. أيضا لا ننسى حقيقة أن نشكر أخونا الفاضل جمال المسعدي على هذه المجهودات الكبيرة والذي أحيانا أطلق عليها رجل بأمة الدور الذي يقوم به وخصوصا في برنامجه كل يوم أحد واستضافته المتكررة للدكتور ليم. ثانيا نريد في هذا اللقاء من الدكتور ليم أن يتحدث عن أشياء ما هي الإنجازات الكبيرة ومنها نظام البورصة الآن وكيف يساهم الأعضاء وما هي استفادة الأعضاء من هذه المساهمة يعني الإنجازات ومنها يمنها فتح المصانع والمزارع. ثانيا لا ننسى هنا أن نتحدث عن التحديات الذي أيضا يعني نراها بأم عيوننا الآن وكما تحدثت أختنا قريبا في المغرب عن التحديات في المغرب وأيضا الأعضاء يتحدثوا عن تحديات كبيرة حقيقة وخصوصا في عالمنا العربي في إنجازات كبيرة جدا هذه إن شاء الله أيضا يتحدث عنها دكتور ليم ولكن أيضا لابد يبصرنا عن هذه التحديات الكبيرة التحديات التي في المغرب الآن التحديات التي في الجزائر الآن في تونس في ليبيا في أفريقيا في السودان في مصر نجد بعض أمور توقفت لفترة غير قصيرة هذه من التحديات التي نأمل أن يلقي الضوء عليها دكتور ليم. أيضا ما هو المستقبل الذي يرى لشركة ديكسن في 5 سنوات هذا مرة أخرى أشكر الدكتور ليم وكما قلنا هو أبونا وهو الرجل الحكيم وهو الرجل الذي يقبل ويحل التحديات ويقبل الإشكاليات وليس المشاكل ونتحدث ويتحدث معنا بصدر رحب واسع وأتمنى أن تكون حواراتنا وأسئلتنا إيجابية بهدف التطوير حتى لا أطيل عليكم أتمنى يترجم أخونا أحمد المسعدي هذا للدكتور ليم وأكون شاكر لكم جميعا وأنا معكم مستمع من البداية وإلى النهاية. الله يحفظك فيك بس أستاذنا أبو عاصم أستاذنا أبو هاني هل أبو هاني كلمتك الحين ولا بعدين بالأخير ولا أبو الأخ سلطان لا خلي أخونا أحمد يترجم أول ما أتذكر تمام بسم الله يس دكتور ليم good morning from Mr. حسن كثيري actually Mr. حسن كثيري said that you are most welcome to our meeting today and really we are thanking you for your attending and as he said that he call you as the wise man who can guide the market and guide the ship of DXN to the future and to the success inshallah
and also he is thanking Mr. Jijit and Mr. Salim for their role part in DXN Middle East. They are doing a lot of efforts for the success of DXN. And also third, he is thanking Mr. Jamal for this meeting, which he is making it every Sunday and guiding the people to the success, inshallah. So Mr. Hassan Kathiri is talking about some point he want from your side to talk about what is the achievement of the big achievement of DXN and what's the new things we hear about. We are talking about the Borsa and the stock market. I would like this. So we need explain from your side. And also we want to know what will be the benefit for the DXN members from this new stage for DXN once the company goes for the market, for stock market. And last point he want, or the last two points he want to talk about, what's the difficulty or the big difficulty DXN facing nowadays. And maybe we are talking about some difficulty in Morocco or Algeria or maybe Sudan, maybe some Africa. And last point he want to hear from you, what's the future, what you are seeing DXN after 5 years from now. He want to get some information about all these points. Yes, Dr. Lim. Yeah, thank you. Yeah. So I thank you, this Hassan Kathiri, giving such a good point, okay, to ask about me. Now, I think so all of you know that DXN we're going to be listing soon, okay? At the end of this month, we are going to issue our prospectus, okay, prospectus for listing. This is on the 28th of April. We are going to, we are going to put a prospectus. Excuse me. Then maybe around 17 of May, we are going for the listing. And tonight I'm going to discuss something about that. Yeah. Yes. Dr. Lim said that we are now starting a new stage. Dr. Lim بيقول إنه يعني إن شاء الله DXN LAN ستبدأ مرحلة جديدة. وانه ان شاء الله تعالى في يعني يوم 28 ان شاء الله تعالى من شهر ابريل هذا الشهر يعني بعد ايام ان شاء الله سوف يكون هناك يعني اعداد للنظام اللي بتقدمه DXN او بتمشي فيه DXN وعلى اساس انه في يوم 17/5 بيكون يعني الليستنج او التسجيل للشركه ان شاء الله تعالى. Yes, دكتور لي. Why the company going for the listing? You look at DXN. No, DXN now, we have a lot of cash in hand, okay? At the present, we have about 400,000 ringgit, 400 million, you know, ringgit of cash in hand. So actually, DXN, we are not short of money. Then why are we going for listing? Yes, هو بيقول أن الدكتور لماذا شركة DXN تدخل سوق الأسهم وسوق البورصة؟ طبعاً القضية مش قضية إنه DXN ليس لديها أموال يعني مثلاً DXN لديها الآن مثلاً في اليد يعني أكثر من 400 مليون رينجت يعني موجودة لكن هناك أغراض أخرى من دخول الشركة إلى سوق الأسهم. Yes. When a company go for listing, they are maybe there are 2 to 3 reasons. The first reason is that they are going to raise some money from the market, you know. Okay, when a company are not enough money, they are going to raise some money for the market, and this is definitely not the reason for the extent for to go for listing. Yes, نعم هو بيقول طبعا هناك أسباب كثيرة للشركات عندما تدخل إلى سوق الأسهم ما ربما 2 إلى 3 أسباب أساسية بتجعل الشركات تدخل إلى سوق الأسهم قد يكون مثلا السبب الأول مثلا إنه يزيد رأس مال الشركة في السوق وهذا طبعا ليس هو السبب دخول DXN الى البورصه. The second reason we go for listing is that now many of staff you have been long time with DXN now.
you're 5 years in the accent, 10 years in the accent, some of you even 15 years, 20 years in the accent. So we are asking, you know, what will happen to you after 5 years, after 10 years, okay, will you be able to pension? Will you be able to in a financial good state? Yes. يقول السبب الثاني يقول دكتور ليم أنه الكثير منكم يعني أعضاء مع ديكسن أو حتى الموظفين مع ديكسن من سنوات وهم يعني اللي له 5 سنوات واللي له 10 سنوات واللي بعضهم وصل 20 سنة مع شركة ديكسن. فهم يعني بيتسأل يعني إيش مستقبلكم مع شركة ديكسن؟ ما هو المستقبل لكم مع ديكسن بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات؟ فهذه النقطة هي أساسية في أنها نريد أن يكون مستقبلكم آمن أو مطمئن إن شاء الله تعالى. Yes. Yeah. You see, DXN, we are very dynamic company. We expand very fast. You know, for the last 10 years, you know how much we expanded? For the last 10 years, our market cap, our market value expand 10 times. Last 10 years, we expand 10 times. نعم هو بيقول الدكتور انه شركه ديكسن يعني شركه ديناميكيه شركه متحركه شركه يعني تنطلق بشكل قوي جدا يعني لو لاحظنا خلال 10 سنوات الماضيه شركه ديكسن تضاعف حجمها 10 مرات تضاعف خلال 10 سنوات yes. So now we go for listing okay so we allocate about 15% of the companies say we are going to give it to the public including of you 15% نعم فيقول احنا الان داخلين على اساس احنا نسجل في البورصه فشركه ديكسن الان مرتبه على اساس نسبه 15% من الاسهم بتكون هذه للعام او بالاصح لكم انتم لكي انتم تكون ايضا مساهمين في الشركه بهذه النسبه نسبه 15% and if the response is good we can increase to 25% in the future وإذا كان يعني الطلب كبير وال يعني الصدى لهذه الحركة شيء إيجابي ممكن إحنا نرفعها إلى نسبة 25%. Now we discuss no, okay how to invest and why you should invest in the accent two things how I want to invest okay how can I come in secondly is that okay why I need to invest in the accent and we are going to answer two questions. اوكي الان يقول الدكتور ليم انه الان بنتكلم عن كيف ممكن انتم تستثمروا في الدي اكس ان ثم بعد ذلك السؤال الثاني ياتي لماذا تستثمروا في الدي اكس ان يس اوكي if you invest more than 250,000 ringgit this is about 300,000 share okay then you can directly invest into the company okay the we can provide you to come to Malaysia okay to open a bank account so if you invest more than 250,000 ringgit which is about 50,000 USD then you can come to Malaysia open the account and directly invest into the XN نعم هو بيقول انه لو انتم تستطيعوا انكم تستثمروا في ديكسن مبلغ يصل الى 250,000 رينجت اللي تقريبا تعادل 3,000 سهم هذا بيعطيكم مجال انكم تستطيعوا ان تاتوا الى ماليزيا وتفتحوا حساب بنكي في ماليزيا. Yeah. As this is closing very soon because now there are many people already started to invest into DXN. So we worry that if you come late you may not be able to get a share. So you have to decide very quickly. This is the first phase. يقول طبعا هو الان مطلوب انه يكون هناك يعني تصرف سريع او لنقول يعني مبادره للحصول على هذه او تقديم هذه المساهمه لانه في كثير ناس الان بداوا يعني يقدموا طلبات لكي يعني يستثمروا في دي اكس ان ربما يكون لو تتاخروا قد يكون الموضوع فيه صعوبه. I mean you can come to Malaysia open up the account Okay, then hopefully we can allocate a share to you. Okay, that's very easy. Okay, and I think we will appoint like Jijit, like this Salim, some staff in DXN to arrange for you. Okay, now for the second investor, هو بيقول لي انه طبعا انه ممكن تيجوا لماليزيا تفتحوا حساب ويكون عندكم مجال انكم يعني نجهز لكم او نحجز لكم الاسهم اللي انتم تطلبوها او اللي انتم محتاجينها
بيقول بهذه الخطوة ممكن يعني تولها أو يعني من خلال التنسيق مع بعض الموظفين، بالذات مثلا السيد جيجيت ولا السيد سليم أو بعض الموظفين في إدارة الشركة. Yeah. Secondly, he said, let's say you want to deduct your bonus, okay? Every month, let's say you want to deduct certain bonus, no? Then you can arrange with the company. Then every month, we deduct some of your bonus to buy the share of DXN. You need to come to Malaysia, okay? This one we can arrange for you. نعم. الخطوة التالية هي قضية إنه دكتورين بيقول إنه لو أنتوا عايزين يتم إنه يتم الخصم من عمولاتكم أو البونص اللي لكم من الشركة بشكل شهري، ممكن ترتبوا أيضا مع إدارة الشركة بحيث أنه يتم خصم الجزء من البونص مثلا مقابل شراء الأسهم الخاصة بالشركة. Yeah. We also talking to the bank. Okay. Maybe bank also can give you about 70% loan, you know, to your purchase of the share. 70%. 70%. Yeah. Yeah. ويقول أيضا هو يتكلم مع بعض البنوك، بعض البنوك أيضا ممكن تكون مستعدة لإعطائكم قروض السعودية. Loan no. from Islamic bank. From local bank, from Malaysian bank. Islamic yeah. bank. No. We all the bank in Malaysia follow the Islamic law. Ah, okay. Yeah, even okay. Maybank, even the CIMB bank, they follow the Islamic law. Okay. Yeah. So the loan to be halal, Syariah comply. Syariah comply. Yeah. الدكتور حكيم كثير يتدخل بيقول هل البنوك إسلامية؟ قال الدكتور ليم إنه أغلب أو كل بنوك ماليزيا بتتعامل بالشريعة الإسلامية، لذلك تعتبر هذه قروض حلال. سيم بنك. You see, Muslim is become Muslim the major this thing in Malaysia. You know, Malaysia now 70% are Muslim. Yes. 70% of Malaysia are Muslim. Malaysia is a Muslim, a pure Muslim country. الحمد لله. تقول انه طبعا الان ما شاء الله الغالبيه في ماليزيا هم مسلمين، لان النسبه وصلت الى 70% مسلمين في ماليزيا، لذلك ماليزيا تعتبر بلد مسلم. الحمد لله. ماليزيا is a Islamic country, you know, because we have Sharia court, we have the Muslim court, you know, to handle this thing. It's not like Turkey, okay, not like Turkey. Turkey are more secular than us, but we are pure Islamic country. We have Sharia court, we have this thing. So for those of you are not to worry, you know. Okay, then we will have a Sharia lawyer, okay, to give you the consultant. نعم. هو بيقول أيضا إنه ماليزيا يعتبر بلد إسلامي وتتبع الشريعة الإسلامية وفيها يعني متبعين للشريعة بشكل كامل، مش زي بقية أو بعض الدول الأخرى يعني، لذلك يعني تعتبر ماليزيا يعني بلد إسلامي وتقدر تطمن، وممكن أيضا تأخذوا بعض الاستشارات في هذا الجانب. Yeah. Then of course, then you can deduct your bonus every month. Deduct your bonus, no, to pay for the loan if you want. نعم. هو يقول أيضا ممكن يكون بالاتفاق يكون هناك خصم من البونص الشهري لكم من أجل يعني تسديد هذه القروض يعني. And also in Morocco, they have talked to me. Okay. Now, if your bonus are retained using the share. Of course, then you according to the Malaysian law, you need not pay tax now when you buy the share. No tax is necessary in Malaysia. So in certain way that you can save a bit of tax now. نعم. طبعاً هو يقول في بعض الأسئلة الناس بيسألوا يعني من المغرب، سألوا إنه يعني إذا خصموا من العمولة أو الشهرية يمكن يترتب عليها يكون فيها ضرائب، فيقول لا توجد ضرائب على هذا الجانب، إنه بيكون أيضاً بدون ضرائب. Then you can have some understanding with the company, okay? So you invest into DXN, maybe for yourself. Maybe for your daughter, maybe for your son, you know. Said you can tell a company in the future what are you going to use your money for?
يقول هذه الخصميات من البونص ممكن يعني انت بعد ذلك تحددها، يعني تكون مثلا شراء اسهم لك مثلا، او بتكون مثلا لابنك او لبنتك او شيء، انت اللي تحدد هذه الاشياء. Whenever you want to save some money for your son and daughter, okay, now the money keep on depreciating very much, no? But for DXN, you see, in 10 years time, we expand 10 times, you know? So that means you invest into DXN, we expect your investment to grow together with DXN. يقول لو أنت وضعت الأموال فقط كمال، الأموال تفقد قيمتها في الحقيقة، لكن عندما أنت تستثمر في أسهم DXN، أنت تلاحظ أنه خلال 10 سنوات الماضية DXN تضاعفت 10 مرات، معنى أنه الأسهم هذه ستصعد قيمتها بلا شك. So it's better for your value of your money. So by the time maybe after 10 years or 15 years, you give the money to your son and daughter, this amount should be multiplied. في بيقول يعني انه يعتبر استثمار جدا رائع وجدا قوي، لانه يعني لو الاموال هذه ممكن تتضاعف اضعاف كبيره من خلال بعد 5 سنوات 10 سنوات 15 سنه، بتكون قيمتها الماليه او حجمها اكبر لان الشركه بتتضاعف ما شاء الله. This is a very sure way of investing, because DXN is already a 30 years company. We have very good track record for the last 30 years. يقول طبعا هذه طريقة سهلة جدا للاستثمار، وشركة DXN يعني ممكن تفتح آفاق للاستثمار لأعضائها بهذا الشكل وبهذه الطريقة الميسرة والسهلة. Yeah. So actually then you should expect that when you invest the money into DXN, okay, so your investment should increase and multiply. فيقول طبعا عندما تستثمروا مع DXN في الأسهم، انتوا يفترض انكم تفكروا انه المساهماتكم او لنقل المبلغ اللي انتم وضعتوه كاستثمار سيتضاعف. Now come to the value of the share. Okay, last time actually we go through this Morgan Stanley and many third party. Actually they evaluate the DXN. One share is ₱1. One share, ₱1. Share. One share, ₱1. Yeah. The value of the share. When you're listing, you know, what is the value of the share? How much we are selling the share? Okay, yeah. نعم، هو بيتكلم انه الان ناتي لموضوع قيمه السهم، فبيتكلم انه الان في البدايه نحن واضعين في اعتبارنا انه السهم الواحد يساوي 1 رينجت ماليزي. Now we have about 5 billion share. Okay, 5 billion share. Okay, to totally we are going to have 5 billion share. Then out of that, 15% will be allocated to the public. That means we have about 750 million share giving to the market. نعم، الآن طبعاً عدد الأسهم اللي شركة DXN ناوية تنزلها في بعدد 5 مليار سهم، 5 مليار سهم أو 5 بليون سهم، تمام؟ منها بتكون نسبة 15% من الأسهم هذه بتكون للببليك أو للعامة أو للناس، فحتكون ما يعادل 750 مليون سهم، 750 مليون سهم هذه اللي بتنزلها DXN للأعضاء. Now, after discussing with the bank, everything, they said it would be good if we sell the share at a discounted, so that we discount about 26%. Now, one share, we are selling 76 cents. 76 cents instead of 1 ringgit. We are selling 76 cents to member. Yeah. Cheaper. هو يقول ناقشوا مع البنك في هذا الجانب، جانب قيمة السهم، فيقول بعدين اتفقوا أنهم يخفضوا قيمة السهم بالنسبة للأعضاء بنسبة تقريبا 22% أو 24%، فبيكون سعر السهم فقط 76 سنت للأعضاء، 76 سنت للأعضاء قيمة السهم الواحد. ما شاء الله. No. Yeah, this you may not understand. No need to understand. No need to understand. Okay, so we are going to have a few discussion to all of you to explain to you. Okay, so you just need to decide how much you want to invest into the DXN. يقول الآن طبعاً بيتم نقاشات في المستقبل حول هذا الجوانب، يعني توضيحية أكثر لكم، يعني صعب أنكم مثلاً تأخذوا كل المعلومات اليوم، لكن في المستقبل سيكون في حوارات إن شاء الله تعالى. لكن أنتوا الآن مطلوب منكم تقرروا كم عدد الأسهم اللي أنتوا بتأخذوها أو تشتروها في DXN. Yeah. Any amount are welcome.
Even 1,000, 2,000, okay, 100,000, 1 million, 10 million, any amount is welcome. No need to worry about amount. As long as you to invest, we will accept you. نعم طبعا بيتكلم انه اي كميه من الاسهم انتم تحددوها او تطلبوها المجال متاح ان شاء الله تعالى لكم يعني اللي يطلب 1000 سهم يطلب 2000 سهم 10000 سهم 50 سهم 100000 سهم مليون سهم كل الاسهم متاحه والعدد موجود يعني ما تقلقوا من هذا الجانب بس only that if your investment is less than 250 okay maybe we ask you to put the money to the investment company. We have investment company. The company will hold the share for you. But you don't need to worry. This is very safe, okay? Then every month we'll give you a statement, okay? But if you invest more than 250,000, of course, then you can hold the share directly. You need to explain. Tonight you may understand, you may not understand. No need to worry, you know, we'll explain in the future. أوكي. هو بيقول طبعا اذا انتم استثماركم اقل من 250 الف رينجت يعني ممكن يعطوها شركه والشركه هي اللي تدير المساهمه لكم واذا كان المبلغ بيكون اكثر من 250 الف ممكن يعطوكم انتم نفسكم المتابعه والشيء عموما يقول ما تتعبوا انفسكم بالموضوع المعلومات اليوم بحيث يكون صعب انكم يعني تستوعبوا كل شيء لكن هي خذوا الخطوط العريضه اليوم والمستقبل ان شاء الله بنوضح لكم Yes. So far, the response is very good. We get even many leader they want to invest 1 million. Okay, some even say 2 million. So I think we have at least two. They wanted to invest 10 million, and that is a good investor. But those of you want to invest a few hundred thousand, it's up to you. No need to worry about the amount. As long as you wanted to invest, you are most welcome. يقول بغض النظر عن انتم محتاجين او عايزين كم تستثمروا مع ديكسن يعني مبالغ مثلا 250 الف مليون 10 مليون الشيء يرجع لكم انتم صاحب القرار حتى لو انتم عايزين تستثمروا ارقام قليله بالالاف يعني فهذا الشيء يرجع لكم انتم كل شيء متوفر كل شيء متاح ان شاء الله تعالى انتم اللي تقرروا كم حجم استثماراتكم مع ديكسن لكن مثل ما ذكر لكم انه الامور ممكن يكون مستقبلها جدا رائع You see, for the past many years, every 3 years, DXN double our sales and our cap and market cap, you know. So every 3 years, we double ourselves. Yeah, نعم لا يمكن أن تلاحظوا ما شاء الله خلال العشر سنوات الماضية شركة DXN صارت كل ثلاث سنوات يتضاعف حجم مبيعاتها يتضاعف حجم مبيعاتها كل ثلاث سنوات هذا شيء كبير يعني. Like this year, you know, we are going to Brazil, we are going to Argentina. These are the huge MMM company. نعم هذه السنة إن شاء الله تعالى إحنا متوجهين للدخول إلى أسواق جديدة مثل أسواق البرازيل والأرجنتين وهذه أسواق كبيرة جدا. Then when come to the North Africa, you know, we have Algeria, we have Egypt, you know, we have all these countries. Well, of course, Algeria we have some problem because they do not encourage the import of the foreign goods. The same problem has happened in Egypt. نعم طبعا هو الان ايضا حتى في شمال افريقيا نحن لم متوجهين ان شاء الله تعالى للدخول لاسواق مثل الجزائر واسواق مصر وهذه اسواق كبيره يعني في بعض الصعوبات والتحديات ما زالت موجوده انهم ما يقبلوا استيراد البضائع او اخراج العملات او شيء لكن ان شاء الله تعالى سيتم انجاز هذه وحل هذه الاشكالات yes. you see this kind of problem DXN is not an issue because we have a technology you know We are a biotech company. So if there's a case, so maybe we have put out a factory in Algeria, we have put a factory in Egypt to solve this import problem. ما شاء الله اوكي يعني طبعا يقول هذه بالنسبه لنا ما ليست مشاكل يعني حتى لو تطلب الامر ان احنا نعمل مصنع في الجزائر مصنع في مصر بنعمل ما عندنا مشكله لان احنا شركه يعني مبنيه على التكنولوجيا. Algeria, we already have 40 to 50,000 members now. So it's do as good as Morocco, Algeria. يعني الجزائر ما شاء الله أيضا لدينا تقريبا من 40 إلى 50 ألف عضو موجودين في الجزائر. يعني لذلك يعني سوق الجزائر سوق مهم أيضا قريب من سوق المغرب. We only need to have the products in the market. Okay, that we need to. That's why I already talked to this Digit. Okay, I think we need to set up a factory in Algeria. يقول احنا عايزين بس ننجد طريقه لتوفير المنتجات في السوق ولذلك احنا متوجهين الى ان احنا يعني نعمل مصنع في الجزائر ان شاء الله لو نتكلم مع جيجيت في هذا الجانب I want all of you to understand you know this is not the problem for DXN okay
this problem is not that we wanted to create a problem. But this is the environmental, the government, the tax, the this thing, you know, this is beyond our control. نعم هو طبعا هو بيتكلم ان هذه المشكله ليست مشكله دي اكس ان ليست مشكله شركه دي اكس ان هذه اشياء يعني خارج يعني يد دي اكس ان زي موضوع الضرائب موضوع الاشياء اللوجستيه هذه اشياء قد تكون خارج ارادتنا نحن لكن احنا بنقدم الحلول واي شيء يطلبوا منا احنا ان شاء الله ممكن نعمله لكن هذه ليست مشكله دي اكس ان فقط like recently you know Algeria stopped all the import of the foreign goods now we cannot export our products to DX to Algeria this is not due to DXN this is the problem no? This is the political this is the custom problem it's not our problem نعم مثلا مشكله في الجزائر الان يعني هو وقفوا استيراد اي مواد غذائيه من خارج الجزائر وهذه يعني سياسة أمور يعني لها علاقة بالأمور السياسية وأمور الحكومة والدولة هذه ليست مشكلة دي إكس إن إحنا نحاول نوجد حلول في مجالنا نحن لا لكن الأمور السياسية هذه أشياء أخرى لكن نحن نوجد حلول في هذا الجانب. Yes. Yeah. Luckily, DXN is a biotech company. Okay, so we can set up the factory and produce everything in Algeria. So that is not a problem for us. يعني لحسن الحظ شركة ديكسين شركة يعني عندها قدرة أنها يعني توجد حلول غير يعني غير متوقعة لذلك ديكسين يعني ناوية فعلا أنها تفتح مصنع في الجزائر إن شاء الله تعالى. Just like now we set up the factory in Dubai. We also set up the factory in Morocco. No, we are producing everything in Malaysia in these two factories. يقول طبعا احنا الان في الوقت الحاضر فتحنا مصانعنا في دبي والان بنجهز مصانعنا في المغرب وان شاء الله تعالى يعني المصانع هذه بتنتج كل المنتجات بنفس الجوده اللي من ماليزيا بتنتجها في دبي وفي المغرب ان شاء الله تعالى. So in future Middle East and North Africa will get all the products right out of Malaysia now. That will double and triple our sales for sure. نعم فيقول في المستقبل القريب ان شاء الله تعالى منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتحصل جميع منتجاتها من خلال المصانع الموجوده فيها نفس الانتاج اللي من ماليزيا بيكون موجود بالانتاج من نفس المنطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. Yeah. You see once we have the factory حيضاعف المبيعات للشركه بلا شك. One be a factory in Morocco. No, Morocco and Spain have very good relationship now, so we can export all to Spain. When we can export all to Spain, Europe is not a problem. So Europe also will get all the products very soon. يقول بمجرد ان احنا نفتتح مصانعنا في المغرب بيكون التصدير الى اسبانيا سهل جدا ومن ثم تعالى دخول المنتجات الى كل اوروبا بيكون امور بسيطه جدا وسريعه. Yeah. So I think I answered the last question of Hassan Kateri. What will be the future after 5 years? الآن بيقول إنه الآن بيجاوب السؤال الأخير للدكتور حسن كثيري اللي هو إيش مستقبل ديكسن في السنة القادمة؟ إن شاء الله. And now with the market in Brazil, Argentina, with the market in North Africa, with a market from all the ex-Stan country, you know, in Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, you know, okay, not to say 5 years, in next 3 years, we will double our sales. ما شاء الله طبعا هو بالله نتكلم مع التوسع الجديد ان شاء الله تعالى بالاسواق الجديده في البرازيل وفي الارجنتين وفي مناطق شمال افريقيا وفي مناطق قزستان مثل اوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وغيرها هذه الدول مع الاسواق ان شاء الله تعالى يتوقع انه خلال 3 سنوات يتضاعف حجم المبيعات في DXN عما عليه الان. So I hope you also aggressive by DXN. Okay, work very hard so that you also can double and triple your bonus in 3 years' time. هو بيقول أيضاً هو يشوفكم متحمسين ويشوفكم ناس ما شاء الله تعملون بجد وباجتهاد كبير جداً مع ديكسين يقول خلال أنتم السنتين 3 سنوات القادمة يفترض أيضاً أنكم تضاعفوا البونص والعمولات الخاصة بكم. قل الدكتور لي ما المناسب يقول القرار اللي بيننا وياه كم بنساهم في ولا قل له مناسب نعلن الحين أنا بالنسبة لي. مشاركتي الآن. Mr. Jamal said, is it possible to announce how much he will share? He will be participate. Jamal.
Announce what? Announce something? Announce about his participation or his share. Was he want to arrange? Yeah, I think I wanted to buy many millions. So Jama, maybe 5 million, 10 million. 3 مليون ان شاء الله. ان شاء الله اخوكم بيشارك ان شاء الله ب3 مليون سهم ان شاء الله باذن الله. نسال الله ان يجعل لنا ولكم البركه. حيوني افتحوا الميكروفونات حيوني. بسرعه مبروك ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله استاذ جمال الله يبارك بركه بركه ما شاء الله. 3 مليون رنجت ان شاء الله جمال. مبروك 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 يا جمال. الف مبروك 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 يا جمال مبروك.